مساء الخير البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كتعودوا هانيين؟ كديرين مع الوقت؟ يا كلشي بخير والحمد لله. اليوم غنشارك معكم بيتزا وريدات. كيف كتشوفوا معايا؟ كتجي رائعة، لا في الشكل ولا في المذاق. كنتمنى تعجبكم، وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة كيفاش غتوجدوها. غنبدا على بركة الله، غنوجد البيتزات اللي على شكل وردة. كيف قلت لكم، عندي هنايا المكونات اللي غنحتاج: العجينة اللي وجدت بشوية ديال الدقيق فينو، شوية دقيق الفورص، 2 معالق ديال الزبدة، معلقة صغيرة ديال الزعتر، شوية الملح، شوية الخميرة. دلكتها مزيان وحطيتها ترتاح شوية. وجدت مطيشة، شحرتها في شوية الزيت مع شوية الملح والبزار، والبصلة كذلك شحرتها مع شوية الزيت وشوية الملح شوية البزار قزبور وفرماج، دوزته في الحكاكة غليظة، والزيتون أخضر، الزيتون أسود، السردين ديال لوكوس، وصافي. هادو هما المكونات اللي غنحتاج في هاد البيتزا اللي كيجيو رائعين، لا في المذاق ولا في الشكل، وسهلين في التحضير. بعد ما كتخمر العجينة كندلكها بحال هكا مزيان بشوية دقيق ديال فينو كيف كتشوفوا معايا. وبعد ما كندلك العجينة مزيان، ناخذ هاد اللعيبه هادي، نقطع الوريدات على هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا. كنقطع العجينه كلها اللي عندي، ناخذ الوريدات اللي وجدت ديال العجينه، نعمر بحال هكا، ندير مطيشه وفوق منها البصله وفوق منها السردين، وعاد كندير الفرماج. صافي، عاد كندير الزيتون وكندخلهم الفرن. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا على شكل وريضات. كنتمنى انكم تجربوهم، كيجيو لذاد ورائعين في الشكل. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك للفيديو، والبنات اللي عاد التحقوا بالقناة نقول لكم مرحبا بكم. شاركوا في القناة وبارطاجوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم. نشكركم بزاف، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله.